السلام عليكم. سلام الله عليكم أيها الجماهير الغفيرة في الداخل والخارج. انظروا هذه المناظر الرهيبة. هذه منطقة غيثان برأس حميدة ربما صح؟ أيوة نعم. وهذا الجبل إيش اسمه؟ جبل حليوة. علينا. جبل إيه؟ حليوة. وهذا جبل صهبان. جبل صهبان جبل حليوة مليان. حجرة ريمان هذه الواسطة. حجرة ريمان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مناظر حلوة. والله لا لي غابة غابة حجرة ريمان دي شوف هذه الضاحة البيضاء. والله لي غابة ما شاء الله غابة الأمازون في وصاب العالية هو. جبال شاهقة سياحة كبرى. هذا هو النفر له تاريخ عظيم. وهذا جبل اسمه هذا جبل برقه. هذا جبل غيثان. هذا جبل غيثان أو شاهق شاهق ما شاء الله. شوف شوف وهذا وهذا مكانه هذا ايش؟ هذا جبل عرومة. هذا عروم هذا؟ عروم ايوه. هذا جبل عروم شوف غابة برضو غابة ما شاء الله. جبل إبراهيم. جبل إبراهيم هذا؟ أيوه. هذا ايوه. عابد لك زلكي مليحة. صوروا. اسمع ترجع الحرمة وش؟ يعني صور الجبال فقط. جبل إبراهيم؟ عندنا العباد اللي صافية يبتلبح البحر ما يقول احد المواطنين هذا جبل جبل اسمه جبل ايش؟ جبل ابراهيم. جبل ابراهيم مطل على البحر الاحمر. نعم اهو 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 هذا جبل ابراهيم الشاهق العملاق الكبير مطل على البحر الاحمر.